فيلمنا بيبدأ بنداء حالة طوارئ من الشرطة إن في بلطجية عاملين شغب وبيضربوا النار عشوائيا على الشرطة وبيخبطوا الناس وهم ماشيين بطريقة مجنونة. بيظهر هانكوك البطل الخارق الفاشل بطل فيلمنا وهو نايم في الشارع، وبيجيله طفل بيصحيه وبيقوله مش أنت بطل خارق، في أشرار في الشارع. وبيرد عليه هانكوك وهو قرفان من نفسه بيقوله امشي يالا من قدامي، والولد بيمشي وهو زعلان. بعد تفكير من هانكوك وتأنيب ضمير بياخد إزازة الخمرة بتاعته وبيروح للعصابة وبيطل هناك وهو سكران، وبسبب استهتاره بيفضل يخبط في أي حاجة قدامه لدرجة إنه خبط في يافطة نزلت على سيارة الشرطة دمرتها، لكن طبعا هو مش في دماغه. وبيوصل للعصابة في عربيتهم وبيقعد فيها وبيتكلم معاهم بكل هدوء وبيقول لهم انا مش فارق معايا اللي انتوا بتعملوه، انا كل اللي عاوز انكم تسلموا نفسكم ومش هاذيكم. وطبعا العصابة بتستغرب جدا من اللي ظهر لهم من الهواء وبيتكلمهم بكل ثقة وهو سكران، وبيضربوا عليه نار لكن مفيش حاجة بتحصل. وبيتعصب هانكوك جدا انهم كسروا ازازة الخمرة والنضارة بتاعته، وبيوقف العربية برجله وبيطير بالعربية وهم فيها وبيدخلها في مبنى وبعد كده بيمسكها تاني وبيقول لهم كده تكسروا النضارة بتاعتي اللي بحبها. بيرد عليه واحد منهم متأسف له ويقول له خد نضارتي وسيبنا ننزل. وساعتها هانكوك نزلهم فعلا لكن فوق برج وسابه مكمل طيران، لكن الناس اتكلمت بعدها وقالت ان ده مش عمل بطولي وان هو خسر البلد كتير بسبب الحاجات اللي اتكسرت بمبالغ ماديه تعدت 9 مليون دولار، وان ده يعتبر رقم قياسي جديد من الخسائر اللي اتسبب فيها هانكوك قبل كده، وان البلد هتبقى احلى كتير لو هانكوك مش موجود فيها، وبجد يا ريت ما يتدخلش من نفسه الا لو طلبنا منه يتدخل. وبيكون هانكوك بيسمع الكلام ده على شاشه الاخبار وهو قاعد في البار وسكران ومش فارق معاه كالعاده، وبتجيله بنت وهو قاعد وبتقول له انها معجبه بيه وانه انقذ بنت عمها من الموت، وبياخدها هانكوك وبيروح المكان اللي عايش فيه وبيكون عامل زي الكهف وبيعملوا علاقه، لكن الموضوع كان مخيف بالنسبه لها وبتتوتر بعدها وبتطلب من هانكوك انها تدخل الحمام وبتاخد عربيتها وبتهرب. وبعد كده بنروح لري واللي بيشتغل مستشار علاقات عامه، يعني بيحسن صوره الشركات والافراد قدام الناس. وكان ري عنده اجتماع بيحاول يقنع فيه مجموعه من رجال الاعمال انهم يعملوا عمل خيري، بيوزعوا منتج جديد مجانا لمساعده الناس، بيعرفهم قد ايه الموضوع ده هيساعدهم جدا في ان الناس تحبهم، وبينصحهم بانهم يستخدموا شعار القلب بيبقى رمز جديد لعالم افضل الناس فيه بتساعد بعض، وده طبعا هيخليهم من اكبر الشركات في مجالهم والناس هتحبهم. وطبعا لان مفيش حد بيقدم حاجه بدون مقابل او مجانا، فصديقنا ري هنا بيتقابل بالراجل، ومش بس كده ده كمان قالوا عليه مجنون حقهم بصراحه. وبيمشي ري وهو متضايق ومش في المود، وبيتصل بمراته بيقول لها ان الاجتماع انتهى بالفشل وانه في الطريق للبيت ويا ريت لو تعملوا الاكل اللي بيحبه. وفجاه ري بيلاقي الطريق واقف وعربيته واقفه على طريق القطر، وبيحاول يخبط في العربيات اللي قدامه او اللي وراه لكنه ما بيعرفش. ولما حاول ينزل من العربيه الاكره اتكسرت في ايده، فاستسلم ري وما بقاش عارف يعمل ايه. وفي اللحظه دي اتفاجئ بهانكوك قدامه وهو بيحدف العربيه بتاعته بعيد على باقي العربيات اللي واقفه، وبيدخل بجسمه في القطر عشان يوقفه، وبيكون كده هانكوك كالعاده بوظ الدنيا. والناس بتبقى متضايقه من اللي عمله وبتزعق وبتقول له ليه ما رفعتش العربيه وطرت بيها بعيد بدل ما تكسر العربيات وتدمر القطر. بيرد عليهم هانكوك كالمعتاد وهو قرفان، وبيقول لهم انتوا كده دايما ما بتعملوش حاجه غير انكم بتفضلوا تتكلموا خلاص. وهنا بيجي ري وبيقول لهم بطلوا كلام، انتوا مش واخدين بالكم ان كنت هموت وهو اللي انقذ حياتي. وبيقول ري لهانكوك انا بشكرك جدا ان انا لسه عايش بسببك، وبيطلب ري من هانكوك انه يوصله للبيت عشان عربيته اللي اتكسرت، وبيوافق هانكوك وبيوصله للبيت. وبيشوف ماري مرات ري وابنه، وبتكون ماري مش مرتاحه من هانكوك بسبب الكلام اللي بيتقال عليه، وبيحكي لها ري اللي حصل. وبيمشي هانكوك وبيلحقوا ري وبيقول له انا عازمك على الاكل. ماري ساعتها بتكون قلقانه اكتر من وجود هانكوك معاهم في البيت، ويوافق هانكوك وبيدخل ياكل معاه. وابن ري بيحكي عن ولد صاحبه اسمه ميتشل بيضايقه وبيتنمر عليه، وهانكوك بيقول له ما ينفعش تسيبه يضايقك، لما يضايقك بعد كده ابقى اضربه. ماري بتقول للطفل اوعى تعمل كده، وبتتضايق من هانكوك لانه بيعلم ابنها العنف، وبتقول له ان ميتشل ده طفل صغير وان في مشاكل مع اهله وده اللي بيخليه يتصرف كده. وبعدها مشي هانكوك وبيقول له ري وهو ماشي ان هو مستشار في العلاقات العامه وانه ممكن يساعده ان الناس تحبه، وحاول يقنعه وبيديله الكارت بتاعه وبيقول له بقى كلمني في اي وقت لو حابب. وبيقعد هانكوك يفكر مع نفسه وبيقرر بعدها يروح له. وهو قدام البيت بيقابل ميتشل الفتى المتنمر واللي حاول يتنمر على هانكوك نفسه، بس مش كل الناس زي بعضها يا ميتشل، وبيرميه هانكوك للسماء وبيلحقه بايده قبل ما ينزل على الارض. ولما شافوا ري بيعمل كده قالوا ان التصرف ده مش صح وان ده من الحاجات اللي هنغيرها للاحسن بعد كده. بيقنعوا ري ان هو يبقى زي الابطال الخارقين اللي الناس بتحبهم في الافلام، وبيفتحوا التلفزيون بيلاقوا مذيعه بتقول ان هانكوك عليه 600 مذكره استدعاء للشرطه، ان مفيش حد فوق القانون وان الشرطه لازم تقبض عليه. وساعتها ري
بيحاول يقنعه انه يسلم نفسه للشرطه وفهمه قد ايه الناس هتحبه وتحترمه لما يعمل كده، ان هو ما عندوش حاجه يخسرها، وكمان لو اتضايق ممكن يهرب من السجن بسهوله. اتردد هانكوك في البدايه لكن وافق وسلم نفسه للشرطه، ومش بس كده، ده كمان قال خطاب اعتذر فيه للناس على تصرفاته وقال انه مستعد يتحمل نتيجه كامله. ولما بيروح هانكوك السجن بيلاقي ان المساجين متضايقين منه ونظراتهم ليه كلها كره وغل، وطبعا ده لان هانكوك هو اللي مدخل معظمهم السجن. بيقفوا قدام هانكوك عشان يتخانقوا معاه وبيقول لهم هانكوك انا مش عايز مشاكل، سيبوني اروح الاوضه بتاعتي. لكن اتنين منهم ما سمعوش الكلام، ولما هجموا عليه هانكوك طحنهم وكان باقي المساجين بيتفرجوا عليه. ولما ري بيجيله اول زياره بيقول له ان العقوبه بتاعته هتبقى 8 سنين، وساعتها هانكوك بيتضايق وبيكسر الباب عشان يخرج. وفي اخر لحظه بيقنعوا ري وبيقول له احنا لازم نفضل محافظين على الخطه، وبيقتنع هانكوك ساعتها وبيفضل في السجن، وابتدى انه يحضر جلسات علاج نفسي عشان يتحكم في غضبه. ومن وقت للتاني بيزوروا ري ويعلمه ازاي يخلي الناس تحبه، وانه يبطل خمره وكل الاخطاء القديمه اللي كان بيعملها. بعد اسبوعين زادت الجرائم بسبب ان هانكوك محبوس، وجه اليوم حصلت عمليه سطو كبيره على بنك، والشرطه بتطلب من هانكوك انه يتدخل عشان في رهائن في البنك. وبيروح هانكوك يحلق دقنه ويلبس بدله جديده زي الابطال الخارقين عشان يبقى شكله كويس. بينزل هانكوك هناك بيفهم من الضابط المهمة وبيقولوا ان في 8 ارهابيين وفي شرطية مصابة وان المجرمين معهم اسلحة خطيرة. وبيروح هانكوك وبيمشي وسط الرصاص عشان ينقذ الشرطية، وبيستأذنها انه يشيلها عشان ما يبقاش عشوائي زي الاول، وبتزعق وتقول له موافقة بس خرجني من هنا. وبيشيل هانكوك عربية بايده التانية عشان يعملها زي درع عشان يحميها من الرصاص وبيوديها لمكان امان. والظابط هنا قال له خلصني من الموضوع ده، وبيدخل هانكوك العصابة وبيطير وبياخدهم واحد ورا التاني. والقائد بيتعصب جدا ان هم بيختفوا من قدامه ومبقاش عارف يعمل حاجة. رئيسهم بيقول له ان معاه قنبله مربوطه بكل الرهاين، ولو شال صباعه من على جهاز التحكم الرهاين كلها هتموت. بيطلب من هانكوك يساعده في فتح الخزنه ويشيل معاه الفلوس ويخرجه بامان، ولو ما عملش كده هيفجر المبنى. وطبعا بيرفض هانكوك وبياخد حديده وبيسنها بصباعه، بيقطع ايد رئيس العصابه بجهاز التحكم. الناس كلها بتطلع بسرعه وبيطلع معاهم هانكوك، هو ماسك جهاز التحكم بايد رئيس العصابه وبيسلمها للشرطه، بيشكروا القائد وبتسقف له الناس كلها. وبيروح بعد كده هانكوك وري وماري يتعشى احتفالا بالنجاح اللي حققوه وانه بقى محبوب. وهنا ري ابتدى يحكي هانكوك ازاي قابل ماري، وفضل يحكي له عن حبهم لبعض. وبعدها ري سأل هانكوك هو ازاي بقى خارج كده وامتى اكتشف ده، وقال له هانكوك ان الموضوع ابتدى في يوم فاق في مستشفى فاقد الذاكره وجمجمه دماغه فيها كسر كبير، ما كانش معاه ساعتها الا تذكرتين سينما، بعدها بساعه جسمه بقى سليم. والدكاتره ساعتها اتفاجئت جدا واكتشفت انه مش طبيعي وفي قوه خارقه، وقالوا ان الموضوع ده كان من 80 سنه وانه ما بيكبرش في السن ومش فاكر اي حاجه قبل كده. وبيقول له هانكوك هو حزين وهو انا كنت وحش قوي كده عشان ما حدش يسال عليا ويعرفني انا مين. وقلبت معاهم بدرا وماري عيطت وروحوا البيت. وهانكوك طلع ري الاوضه عشان كان سكران ومش فايق، ونزل بعد كده لماري يسلم عليها قبل ما يمشي، وفضلت تقول له اي كلام وهي متوتره وبيحصل بينهم انجذاب. وبتقول له ماري انه لازم يمشي عشان الوقت اتاخر، وبيطنش كلامها وجاي يبوسها قامت منعاه وحدفته بقوه جنونيه. واتصدم هانكوك ساعتها لانه اكتشف انها خارقه زيه، وهنا حذرته انه لو قال عن اللي حصل ده لري هتموته. وبيمشي هانكوك وتاني يوم بيصحى ري وبيتسلم لما بيلاقي ان في حيطه في بيته اتهدت، وماري بتقول له ان ده كان بسبب عطسه هانكوك وان هي هتصلح كل حاجه، وبتقترح عليه انهم يسافروا ويغيروا جو. لكن هانكوك بيجي ساعتها ويقاطعهم، وبتيجي مكالمه لري، وهانكوك هنا بيحاول يتاكد انها خارقه زيه ولا لا، بيكسر عليها عصايه وبيهددها انها لو ما قابلتوش وفهم منها هي ازاي خارقه زيه هيكشفها قدام ري. وبنرجع هنا للسجن اللي كان فيه هانكوك، وكان فيه 3 مساجين مش ناسين اللي هانكوك عملوا فيهم، وبيتكلموا مع بعض وبيقرروا يهربوا من السجن وينتقموا منه عشان ياخدوا حقهم. بعد كده ماري بتروح لهانكوك حسب الاتفاق وبتحاول تعمل معاه اتفاق جديد، وهي انها لو جاوبته على كل اسئلته يسافر بلد تانية وما يجيش هنا تاني عشان ما يعملهاش مشاكل. بيرفض هانكوك في الاول لكن بيضطر يوافق عشان يفهم اللي بيحصل، وبيعرف منها انهم زي بعض ومن نفس الجنس وانهم اخر 2 من بني جنسهم، وبتقول له انهم اخوات ولكن ما بيصدقهاش لانه باين الكذب. وبيقول لها لو احنا اخوات ما كانش حصل بينا انجذاب، وبترفض ماري تكمل كلامها. بيقول لها هانكوك انه هيقول لري وبيطير لهناك، لكن هي بتحاول تمنعه، وبيكون ري في الوقت ده عنده اجتماع في الشركه، وساعتها بتحصل خناقه كبيره بين هانكوك وماري، بيضربوا بعض وبيكسروا العربيات في الشارع. وبتقول له ماري ابعد عني وعن حياتي، وبتفقد السيطره وبتنسى ان في ناس، وبتشيل عربيه ضخمه وبتحدفها عليه وقوتها بتظهر، وبتعمل عاصفه هوائيه وبتدمر الشوارع، وبيقوم صراع شديد ما بينهم، وبتفضل هي وهانكوك يضربوا في بعض لحد ما يقفوا قدام شركه ري. بيكتشف ري المفاجاه وبيتصدم لما يعرف ان مراته زي هانكوك. بيروح ري لبيته وبتحصله ماري وهانكوك، وبيقول لها ري وهو متعصب انت ازاي كنت بتطيري، بتقول له اللي انت فهمته صح
انا قوي، وانا وهانكوك اخر اتنين خارقين على الارض، وكنا متجوزين في زمن تاني قبل ما انت تتولد. بتصدم هانكوك من اللي بتقوله وبيقول لها ري وهو متضايق، كان لازم تقولي لي لما عرفنا بعض. قالت له الموضوع كان انتهى، لكن انا وهانكوك بينا حاجه فيزيائيه، لما اكون في اي مكان بيكون هو كمان موجود فيه لا اراديا، وبيكون في حاله كبيره قوي من الحزن. وبيروح هانكوك يشترك حل من الماركت، بيروح يحاسب الراجل اللي بيكون عنده اتنين حراميه بيهددوه، وبيقدر الراجل يفهم هانكوك ان في خطر، بيفهم هانكوك وبيحدف واحد منهم على التلاجة، والتاني بيحط السلاح على الراجل عشان يهدد هانكوك، بيمسك قطعة حلوى وبيحدفها على الحرامي، وفجأة بيكتشف هانكوك انه بينزف من الرصاصة اللي ضربها عليه الحرامي، وبيفقد الوعي وبياخدوه على المستشفى، وري بيكون بيسمع عن إصابة هانكوك في الأخبار، وهو قاعد مع ابنه، بتروح ماري تطمن عليه وبتقول له انت كده بقيت زي البشر. وبتفهموا حقيقة اللي حصل، وان طول ما هم قريبين من بعض يبقوا زي البشر، لكن هم بعيد بيستعيدوا قوتهم. وبتقول له ماري عن ندبات في جسمه، وبتحكي له عن حوادث حصلت لهم وهم عايشين مع بعض زمان، واللي بسببها الندبات دي حصلت، عشان كده هي بعدت عنه عشان ما يحصل لهمش اذى، ان هو مقدر ليه انه يبقى بطل ويساعد الناس وينقذ العالم. اللحظه دي بيهجموا عليهم المساجين الثلاثه اللي هربوا عشان ينتقموا من هانكوك، وبيضربوا عليه نار لكن بتنقذه ماري، وبتاخد الرصاصه مكانه، بيحدف عليهم هانكوك السرير وبياخد ماري بعيد عنهم عشان ينقذها. بيكون ساعتها ري جوزها موجود هو وابنه، وبيقلق جدا من اللي بيحصل، وبيروح هانكوك عشان ينتقم من المجرمين، وبيضرب واحد منهم والتاني بيجي من وراه وبيضربه بالكنبه. وفي الوقت ده بتكون ماري بتتألم جدا عشان هما قريبين من بعض، والمجرم بيخنق هانكوك وبيقاوم هانكوك ويمسكه من تحت الحزام وبيرمي من الشباك. بتكون ماري بتحتضر وبتموت، وبيجي لهانكوك الشخص اللي قطع له ايده قبل كده بالقنبله ساعه سرقه البنك، وبيضربه بالمسدس وبيقول له الموت علينا حق ودي نهايتك. وفي الوقت ده بيجي ري في الوقت المناسب وبيضرب الراجل ده بالسلاح وبيقطع له ايده التانيه، وساعتها بيكون هانكوك وماري ما بيتحركوش، وري بيكون فاقد الامل ومش عارف يعمل ايه. هنا بنتفاجئ بهانكوك بيعافر وبيقوم بينط من شباك المستشفى، بيخبط في العربيات وهو بيحاول يطير، وبيقاوم عشان يبعد عن ماري ويستعيد قوته وماري تعيش، وبتنجح خطته وبينقذ ماري. بيعدي شهر بيلاقي ري وماري وابنهم بيتمشوا وهم مبسوطين وعايشين حياه طبيعيه، وبتيجي لري مكالمه وبيكون هانكوك بيكلمه وهو في مكان عالي وبيقول له بص للقمر، وبيلاقي ري ان هانكوك رسم له قلب وده الشعار اللي كان عايز بيه يساعد الناس، وبيتبسط ري جدا وبيطير هانكوك وبيكمل حياته كبطل خارق بيساعد الناس. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبك، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الأفلام يشترك ويفعل الجرس.